السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ترياق البحور، معك يوم جي 17/10 وفيفا وحياة بحارة. يا هلا فيكم من جديد في حلقة جديدة من ألعاب جنتكم. تعالوا تشوفونا اليوم ايش بنسوي واستمتعوا معنا. يلا. نعم حسنا. انزين، طبعا احنا ناويين ان احنا نطور روحنا من ناحية الأسلحة ونسوي مسدسات. ان شاء الله بنسوي حق روحنا مسدسات في هاي الحلقة. طبعا عشان نسوي المسدس نحتاج وايد اشياء. واكثر شيء يطول صراحة السميت عشان نسوي او سيمنتينج بيست. anyway سوينا احنا اش كثر؟ كم سويتي حياة؟ 400 تقريبا. ايه، فهاي الـ400 عشان نسوي البوليمر اللي هو نحتاج نسوي، و عشان نسوي الاسلحة البوليمر. وشنو بعد؟ ايوه البوليمر يحتاج سمنتينج بيست، المسدس يحتاج سمنتينج بيست، الرصاص يحتاج سمنتينج بيست. لا رصاص ما يحتاج. جام باودر. ايه رصاص يبي له جام باودر. انقد. المهم ترياك تعلمت تسوي المسدس مالك؟ الشخصيه ايش طويله شي؟ تعذبوا. اذا اكلمها لازم اطلع فوق. المهم. زين، تعلمت تسوي المسدس اللي بتسوينه حق روحك؟ اللي هو الرشاش ولا البندقية؟ انت اقدر اسوي السنايبر. تعلمت القوس الجديد، اي داد قوس. انا ابي كومباوند بول. البندقية احنا تعلمناها وسوينا لها 15 طلقة حاليا. بس ما سوينا البندقية نفسها. لكن بالنسبة حق المسدسات احنا كنا متفقين ان احنا نسوي بيستول حقي وحق كيو ام جي. وحياة بحارة وترياق كانوا لحين بين الشوتجن والاسلت رايفل. انا ابي الحين الجديد، اخر واحد تعلمته. في واحد في التعليقات كان كاتب ان الدارت او ترانكولايزر دارت مال المسدس يخدر الضربة واحدة اعتقد، اللي هي الرصاصة الحمراء، هي وايد ممتازة حق ترويض الحيوانات. فابريكيت اسلت رايفل. اوكي كم واحد اسوي منه؟ اثنين. واحد اثنين. اوكي جايز 2-1. زين، واحنا كنا نبي نسوي بعد اسلت رايفل وبندقيه لان حقك حق حياه. بس اذا انت ما تبين شيء من هالاثنين فتشوفي حياه ايش تبي تسوي لها. شوفوني جوا علي. ها طلعت. اوه حياه. عجيب. وايش حلال تستوي؟ خطيك يا ام جي؟ انا خطا. كم تبي؟ الله محتاج حجار مسدس 120. زين، الهيلث اكشن شوت جان لو سمحتي. ترياق، دشي على الويبنز والامو وسوي الادفانس بولت، سوي منها 30. زين، عشان نسوي المسدس اللي انا ابي نحتاج 115 بوليمر و 110 سمنتينج بيست. زين ترياق، ايش تعرفين رصاص مسدسك شنو؟ زين تقدرين تسوين الرصاص الحين؟ اي اقدر اسوي الرصاص حقه. شوف هاي كان تقدرين تسوين ليش 15؟ يعني قلت 15 يعني دائما يعني تبرزنت ايفل لما تحصل الكلب دائما فيها 15 طلقه بس. تقدرين تسوين رصاص زياده في شنو هالشيء الاحمر كيو ام جي؟ ليزر اتاتشمنت. من وين لك؟ هيا بشوف. سولي شوف ماس. اروح مكان شوي ظلام عشان يعني بين عدد. زين صوب علي بس هي لا تصور. طبعا. تنن عجيب كم جي ارجوك سولي. زين يا ظهر من الحمار. عليك احنا شو تبون اسوي؟ هاي ليش سويت كل شيء؟ عنده ليت بعد فيفا. كيو ام جي سوي لنا كلنا لو سمحت. كان لازم اسوي الصراحة. شوف خلاص خلاص مكان ضرب هي لازم يعني. هاي عجيب عشان دخلنا الكهف. كيو ام جي سوي لي كيو ام جي. وشوف بعد اذا يركب على اسلحتهم ولا بس اسلحتنا، يعني خذ بندقية حياة وجرب ركب عليها اللي عندك حاليا. عشان يعني قبل ما تسوي في الاخير تضيع موارد على الفاضي. هو مكتوب عليه سبورت بيستولز اسالت رايفل شوت جانز لونج نيك رايفل سنايبر رايفل. اوه زين، تعالي ترياك شوفي.
يشحنها 6 طلقات، اقدر اطلق 6 طلقات مرة واحدة يعني ورا بعض. عجيبة. ايه تنور فيك. تنور فيني. امس اخذ عضيت رصاصات اللي قدرت اسوي لك. ايش كثر الرصاص ياخذ؟ بس يحتاج 7. عشان صار الصبح انا للحين اركض بشعلتي. صح، على طاري الشعل اعزائنا المشاهدين، واخيرا سووا شعله حلوه جديده تتعلق، ما ادري اذا هي جديده بس انا اول مره اشوفها، بس سووا شعل جديد انها يتعلقون في الطوفه. طبعا اكيد دام الشيء في ليسات ولا اضاءه معناته انا سويته. ف فسويتها وعقب بحطها عند الباب عشان يكون شيء كان الليت اللي برا. بسمع صوت المسدس وهو يثور. الحين بنجرب على الحيوانات. في برونتا هناك. اي ندخله. انا بروح اثور على الدودو مال الحياه. هاي خلاص سويت. ما لقيت الا الدودو؟ ايه. اوه عجيب. خلاص يعني ما جيب؟ لا خلاص. زين الله حياة تعالي عند الاسمتي. بعطيك رصاصة جربي تسوين لها ريلود. اوه عجيب. وينك؟ هاج لا لحظة. وفي برايمتيف سمبل فستر. يلا اي خلنا نروح نقاتل. زين انتو ايبو البرونتا وانا بسوي اللونج نيك رايفل. انا بسوي 4 من اللونج نيك رايفل عشان نسوي تيمينج. اوكي اوكي. المانكي صارخ يوم البرونتا يقرب. خلينا بهن يعني في اي تنبيه. لحظه الحين كلنا ندور بطلات باب. واحده بس سكر الباب. ها الباب مسكر. يلا 1 2 3 اتاك. عجيب. تعالي ويت دام مات. ياي مات مات. خلني مع الهاي. عجيب الليزر. عجيب. نجرب نذبح حيوان خطير. طبعا الحين بنجرب ان احنا نسوي الرصاص اللي هو الترانكولايزر دارت. وانا من الساعه سويت لهم كلهم شو اسمه المسدس لونج نيك رايفل اللي نستخدمه عشان نروض. طبعا للاسف احنا جربنا الرصاصه هذه على سلاح ترياق البحور بس للاسف ما يصير ان احنا نسوي يعني ما يركب بالمسدس. فسويت لهم كل واحد منهم لونج نيك رايفل. ترياق اخذ اللونج نيك رايفل تلقينه في الاسمتي تحت. عشان نسوي الترانكولايزر دارت تروحين صوب الوابنز عقب الامو. انزين الحين عشان نسوي الترانكولايزر دارت نحتاج 3 ناركوتيك ومتال انجوت وسمبل رايفل امو. فسوي اول شيء السمبل رايفل امو. عاد شوي ما ادري كم احنا كم رصاصه تبغى تسوون حق كل واحد. قولي 15 حق كل واحد. بنروح نجرب نروض حيوان خطير بال شو اسمه السلاح لونج نيك. ايوه اللونج نيك رايفل. ايش صار؟ صار في معركة صار. سكر العالم. هاي طلعت من اللعبة. طلعت من اللعبة وانا على طيري. ابي كي هجمع على الشجاع. في كارنو كنت واقفة عند كارنو. مات؟ طيرك مات. ما قدرنا ناخذه. ايش قاعد تسوين؟ اركض. خليت الكرنو يلحقني. وين الطيري؟ طيري وين الطيري؟ ابي اخذ الدهر السدل. زي يلا روحي ما تكلوك تحمك. انا جثتي انا اللبس علي لبسي علي لان صار كنا جلتش في اللعبه عشان شي طلع. ما تشوفين الطير صح؟ لا انا قاعد شو اسمه سحبت الكرنو وراي. بس في هنا في واحد ثاني كار. ايوه ترى في كارنو. وين مسدس عندي؟ يلا نطلق.
يلا خل نروضهم. بنروض صح؟ اي يلا ضربت واحد كهما يايين. ضربت طاح واحد منهم طاح. طلقتين كم طلقة؟ واو واحدة والثاني اثنين طاح. يس حد فيكم يبنى حد يبنى ركاتك وياه؟ لا برجع على البيت خلاص برجع عيب. انا رايح طيب لحم وياي بس طيري خلاص صح؟ ما في له صدر بنسوي له مو مشكلة. حاولت اخلي صفرت له عشان يلحقني بس مسكين كانوا كلهم هاجمين عليه. انا ثورت على الكارنو بس كان وايد متأخر بس فلا يا اخي السلاح انه هو هالشكل يعني بطلقتين قدرنا. كم ليفل الكارنو؟ وين طايحين؟ عنده صخر واحد ليفله 36 والثاني ما ادري كم بس يعني 36 مو بليفل وايد نازل. ترى انا ما مت انا بس رقت ويوم قمت من الرقاد ركضت فما حد ضربني. اوكي ثاني ليفل 4 انا لان طرت من اللعبة. صدق ثاني ليفل 4 ترى اللي ليفله 36 بيزيد بلاس 17 وهاي بيزيد واحد ترياق. شنو رايك في السلاح؟ عجيب بس سنايبر احلى اقوى احسن. اي بس هاي حق الترويض. اي يعني اقصد من ناحية انها من ناحية ترويضية الحين. اي بالعكس اوكي اروضك. اي العقربين هني نضربهم؟ لا تعالي توك كسر درعي كان بالغلط. تبين نروض العقربين؟ هذي ما عندنا اياه. اي هاي بعدين بس ليفل واحد هاي منها فايدة حياة. اي يجمع حصى ومتل وايد زين. ترى العقرب مستنزل شاير لانه لا شو صرفها. انزين بضربه بالكروسبو. طاح. يا طلع من هنا اخضر زي ما عندنا نركبتك. ليش ربطتي؟ حطيت في واحده لحمه عفنه. تبون نذبحها؟ ايه ما نحب العقارب مسكين طرف السماء. زين هاي ما يسوى نستخدم عليها مسدس وشي حركات. هاي بس شي تضربينها بالكروسبو خلاص. هاي المفاهي من الابيض؟ اي تبون الروضة ولا لا؟ لا لا بس يعني هو الصراحة المسدس زين في اوضاع النكبة يعني اذا كنتي شي متوهقة وخلاص صار قريب تقدرين تثورين فيه على الاقل وبيطيح بسرعة ما بتموتين. في موسيقى خطر. في رابتر. في رابتر وينه؟ جاي الحق يو ام جي. او يويني ضربت عليه سهم واحد. اي الرابتر بسرعة مات؟ ليفل اثنين بعد قوي نفس قبل. يصير ادش الانفنتوري. هذاك اللي ذبحنا كان الفا. ايه اي حياتي بتاخذ اللحم اللي في طهري. اكيد هم البشر. ايمن بوب من بوب من بوب كابوسة. ما ادري في جثة هي طايحة. هاي اللي طردنا من ساعة من العالم. اوكي هذي شوي ويقوم ليفل 4. الثاني وين؟ عجيب المسدس اللي ليفل 4 حطه في زيادة لحم اذا عندكم. في منو تبي نحط لحم؟ اللي ليفل 4 عشان ممكن يزيد الليفل عنده. اللي انتي واقفة عنده قصدك؟ هاي اللي هني ثاني. هاي حطيت فيه لحم ما فايدة ما زاد. أم
احنا هاي الابيض شنو بنا؟ خلي الابيض ما نبي قام قوم اختارنا عطول قوم يصبر الشباب شكو ستانزا ضربته تراك اي انا اوكي ضربتيه شو مسكين 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 مجد اكاد شباي وين ضربتي في اثر دام قاعد يصب منه مسكين توا منضم للعائلة قمتي كفختي بالعكس هذا طريقة ترحيبنا عشان تشوف خاصة فكرت بالاكس مالي زين تدرعت هاي هاي شو بيقول؟ بيلحقني انا يلحقني يا زين الابيض اذبحه ليش؟ ليش نخليه؟ خليه ليش تذبحينه؟ في شنطة هني مالت وايد مسالمين هاي مالت باب باب احنا اسفين باب احنا طردنا اكبر على العالم بس اذا انت خلط احنا ما يصير نلعب انا البس حق اربعة احنا اربعة انا بودي الهاي فوق الكرة سوي له سدن ترياق من هني اقرب ودينا فوق من وين؟ من الجهة الثانية ليه ما قلت من اول؟ فتح يقر عليك هاي متى بيجي خلي يمع ستون ونحط فيه يمع شنو؟ ايش رايك فيني واحنا نستغله؟ ترياق لا تودينا انطري بنيمع ستون وبنحط فيه كذا تبين ستون كذا ستون 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 حياة سلمى مرت فانستون من هاي؟ ما مساعة تضربني بالاكس مالها كل هاي عشان ضربت كيو ام جي وترياق وينه ترياق هو واقف بين هاي ترياق ما اقدر اتحرك مسكين ما بيقدر يتحرك الحين ذبحتوه بس خلاص تحطون زيادة انا من اول ما قام على طول اعمال شاقة بس بوديه زين طري لا ما يقدر خلاص جرب يتحرك ثلاث وما شنو شاش ام حصبة يلا حين سنة عقب هاي طري زي خلاص خلاص بخلاص باخذ بعض الاغراض بحطهم في طيري جربي الحين يتحرك الحين خلاص روحي شلت منه روحي ما يصير نسوي له يسمونه ما يصير نسوي له تيمينج وعقب خليه come home after your wake up ولا شيء شيء ما أدري يمكن في طريقة ما أفهم شلون بدل بدل البيت حط له جي بي اس لا يلحقك زين حياته تتمي وياه لين يقوم انا تري اكبر روح نحط الليت في الطوفة تقين تطيرين معاي انا بدون طير خليته خلاص شكتي بدون طير؟ يموت لا يا سلام إذا تبين خذي نافع إيه نافع كان مسكين نافع مو مسكين بلا مسكين طلع منه فايدة هو منه فايدة من زمان ما نحس يعني كم ما ندرو عنه أنا اللي كده أستخدمه انت روضتي بالغلط يوم عايزة يوم كنت عايزة تبدلين الاسهم زين ومنها فايدة شجاع كان ليفل عالي وايد كم اثنين شجاع كان شيء وخمسين شيء واربعين يمكن اشتبونا زيد الاستامنا الهيلث الاكسجين فخلى انا وزيد هي بتزيد الموفمنت سبيد زدت غادي فيفا تنا ما عندك صرفة ما عندك شيء تسوي روح خذ الأشياء من الكورنا وحطهم في البيت يلا زدت الأكسجين عشان لي غاصت فيه فيفا لا لا فيفا بتنطيك وين الكورنا عشان يغوص
وين الكارنا؟ لا لا ما زدت شيء ترى. عقب ما روضنا الكارنا وقاما نحط الشعلة اللي سويتها. طبعا انا قلت بحطها برا عند الباب عشان يعني تعرفون شي حركات الليت اللي عند الباب. احطها يمين ولا يسار الباب؟ يسار. انا كنت افكر احط احطها فوق الباب بس عقب حسيت التنيد انا بنوسع الطابق الثاني. ليش كي ام جي ليش يسار؟ يسار في النار اصلا وهناك اصلا ويمين في ظل يعني بشكل احلى. خلاص حطها يمين. زين خلاص حطها يمين ما تزعلون. تران حطيت خشب بس عاد لازم يصير في الليل عشان يبين جمال الهاي الإضاءة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا معنا. إذا عندكم أي تعليقات اقتراحات أي شيء تفضلوا في التعليقات، وإذا حابين تواصلوا معنا عندكم أكاونتنا في التويتر موجود في الديسكريبشن. هاي يلا 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 زين يلا إلى اللقاء. إلى اللقاء.